تفضل. أنا ردت أحكي في مشكلة بالنسبة للصويرة. أي صويرة. لأن أنا أسمع الأستاذ عامر ده يحكي على البرنامج. أي. يعني بالنسبة للكتب وتوزيع الكتب هذه فد مأساة، يعني كل الناس ده يشكون من عدل. شنو هي المأساة؟ يعني الطالب يمكن عند 90% من الطلاب ما يقدر يشتري كتب. الكتاب الواحد البارحة عندي ابنية اشتريت لي اياه ب7000 دينار. شنو هذا الكتاب؟ ها عيني شنو الكتاب؟ شنو الكتاب 7000؟ كتاب الكيمياء من صف رابع اعدادي. زين بقية طلاب المدارس، يعني الطلاب اكو فقرة، يعني بمعنى الكلمة صح فقرة استاذ. صح هذه واحدة. صح هذه. ثانيا المقترح اللي دي اقترحوه الجماعة انه وزعوا كتب قديمة مستعملة. احنا وين المستعملة؟ هذا التلفزيون ليل نهار التلفزيون يوجه بتعقيم اليدين عند استعمال العملة الورقية. احسنت. طيب هذه دفاتر كم طالب يلزمها؟ احسنت. نخاف عليهم من هذا مرض الكورونا. احسنت. هاي سنين. أي. الشيء الثالث عندنا بالصويرة من سنة 2008-2009 نعم تهدمت 5 مدارس. والله ال5 مدارس يا أستاذ حلوة ونظيفة وبناياتها صالحة وبها حدائق ومناسبة للأطفال، يعني مدارس ابتدائية. من سنة 2008 تهدمت. أبو كاظم شنو سبب التهديم؟ ها عيني شنو سبب التهديم؟ على أساس أنه هي آلية للسقوط. نعم. والله لا صلاة آلية للسقوط ولا أبد. مدارس نظيفة وكانت يدامون بها. طيب. المهم أنه هي فلشوها وقعت. لكن من 2008 وما صار أكو بديل لهذه المدارس؟ ماكو بديل. أكو بديل بقت المدارس الباقية. نعم. الأخرى مدارس بها دوام مزدوج ودوام ثلاثي.